بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. كل سنة وحضراتكم طيبين. شهر رجب بدأنا بالفعل، شهر رجب كل سنة وحضراتكم طيبين. طيب، شهر رجب من الأشهر الحرم اللي يحصل فيها إيه؟ الأشهر الحرم دي إحنا مأمورين فيها بإيه؟ وفي حاجات الناس، بعض الناس بتعملها وكأنها من أوامر الإسلام ولم ترد، زي صيام أول رجب، زي كذا. الحاجات دي يعني هل إحنا مأمورين بيها ولا مش مأمورين بيها؟ خلونا نتكلم عن فضل شهر رجب ومطلوب مننا نعمل إيه في شهر رجب مع فضيلة الشيخ أحمد الصباغ. إزي حضرتك؟ كل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا فندم. طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء، وصلي على الحبيب قلبك طيب. اللهم صل. كل عام وحضرتك والسادة المشاهدين وكل الدنيا كلها بخير وصحة وسلامة، ويا رب بلغنا شهر رمضان بسلام يا رب العالمين. شهر رجب ورد في القرآن وورد في السنة. أنا هقول لك الأول، هنقول بندين يا أستاذ دعاء. البند الأول فضل شهر رجب في القرآن والسنة. ثانيا ما يخص شهر رجب من العبادات. ثالثا البدع الموجودة في شهر رجب. ماشي، عشان نبرأ الدنيا في احنا لسه بنبدأ بسم الله اهو. ماشي. واحد، فضل شهر رجب. أيوة. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. أيوة. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم إلى آخر الآية. والأربعة الحرم منها من ضمنها شهر رجب. إيه الفضل في كده؟ ما هو لسه هقول بقى أهو. فلا تظلموا، ربنا قال كده فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طب يعني أظلم نفسي بغيرها؟ أنا عارفة. لا، تظلموا أنفسكم يعني لا تعصوا، لا ترتكبوا محرمات. فعل المحرمات والظلم في غير الأربعة كبيرة، وفي الأربعة أشد ذنبا وإثما. زي ما الأشهر كمان ارتكب ذنبا في المسجد. خارج المسجد هو ذنب بلوى طبعا، لكن أنت جاي تخرب الدنيا في الجامع كمان. أهو ده بقى، أدي معنى فلا تظلموا. يعني زي ما يقول لك إيه ده إحنا في رمضان. أيوه، فهو نفس الاسم، حرمة زمان اسمها كده. والعلماء قالوا يا فندم بص، كما أن الله يفتح عليك، كما أن الحسنات تتضاعف في الزمان المبارك، كذلك السيئات تغلظ في الزمان المبارك. واحد جه شرب خمرة في ليلة القدر، بلوى سودة. صح. واحد جه في نص من شعبان، في ليلة نص من شعبان، وجعامل كبيرة. واحد جه في رجب البلاوي دي كلها محرمة على طول الخط. صح. بس أنت يعني حبكت في الأيام دي. هو ده بقى، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن ايه؟ انفسكم. ليه سميت بالاربعه الحرم يا فندم؟ لانه كان يحرم فيها القتال. كانوا العرب بياخدوا هدنه كده، ودي قصه نتكلم فيها بعدين باستفاضه. طب السنه قالت ايه؟ بس رمضان مش شهر حرام. لا، مش محرم. لسه هقولها. احنا مين الاشهر؟ لسه هجيب الحديث اهو. أيوه. تستعجلينيش يا شيخ دعاء. طيب قوليهم يلا. لا يا عم انت. طيب قال صلى الله عليه وسلم إن الزمان، في خطبة الوداع، إن الزمان قد استدار على هيئته كيوم خلقه الله تعالى. الزمان 12 السنة 12 شهرا، منها 4 حرم. خدي بالك بقى، ذو القعدة أو القعدة، وذو الحجة أو الحجة، والمحرم، أدي 3، ورجب فرد، ورجب مضر بالروايات، رجب الفرد، رجب مضر، وفي رواية 3 سرد ورجب فرد، وفي رواية ورجب الذي بين جمادى وشعبان اللي احنا فيه. عايزة تسألي ليه ده كله؟ مضر ده اللي هو كان فيه قبيلة اسمها مضر. لا، انت تيجي تقعدي مكانك وانا هبقى مذيع بقى النهارده بصراحة. صح يعني. صح كده. طيب ليه الرسول قال مضر يا فندم؟ لأن كان في قبيلتين دول الحيتان بتوع القبائل. صح. دول علية القوم، مضر وربيعة. فكان رجب ليه مكانة خاصة. أيوة. فمضر قالوا لا، رجب بتاعنا ده يا جماعه، وده خاص بينا، يذبحوا الذبايح ويطعموا الطعام ويعلوا الجواب والدنيا ايه. فربيعه قالت لهم انا عمري ما ابقى تابع، خدوا رجب بتاعكم اشبعوا بيه. احنا بقى هنعمل ايه؟ ننقل رمضان مكان رجب، ونبقى بالنسبه لنا رجب بتاعكم ده هو رمضان، ورمضان نحط مكانه ايه؟ رجب. فبقى رجب في السنه ايه؟ مرتين. ركزي بقى. فكان رجب رمضان يدخل ده قبل الاسلام بقى. قبل الاسلام. ما هو الرسول قال كده. ما لسه هقول لك اهو. فرجب يدخل مضر تحتفل وبتاع، وربيعه واخده جنب ايه؟ ده رجب مش بتاعنا، ده رمضان. عند بقى يدخل رمضان يا جماعه رمضان بكره، يقول لا ده رجب يلا اذبح وعلي وبتاع، مضر تاخد جنب. فبقى رجبين الناس تايهه، فجه النبي فصل. حبيبي شوف الايضاح في الفهم، قال ورجب مضر، ادي اول واحد مش ربيعه. اللي هو الاولاني، وعشان ما انتهش الذي بين جمادى وشعبان. لان رمضان بين ايه؟ بين شعبان وشوال. شوف النبي، شوف الايضاح يا فندم. انا عمال اقول هو ليه يعني؟ لا وشوف سيدنا النبي لما يوضح حاجه خلاص. بص، ورجب مضر الذي بين جمادى وايه؟ وشعبان. حلو كده. وبعدين ثلاثه سرد يعني ورا بعض، ذو القعده ذو الحجه المحرم، حتى لو ذو القعده وذو الحجه في السنه القديمه والمحرم في الجديده برضو الثلاثه ورا بعض. انما رجب جاي لوحده. ليه يا فندم رجب جاي لوحده والثلاثه جايين مع بعض؟ ليه؟ فيها حكمه عاليه قوي. قال لك ان ذو القعده الحج بيبقى في ذو الحجه طبعا، حج كامل في ذو الحجه. فقال لك اللي كان رايح يحج يامن الطريق بتاعه قبل ما يسافر، يعني في السفر يديله شهر، لان احنا قلنا لا قتال فيها. القتال زمان كان طحن، كان موت طبعا، فروح احج كانوا بيغيروا على بعض. فالاسلام عمل ايه يا فندم بقى؟ يقول لك لا ده انت تاخد الشهر، شهر قبل الحج محرم، وشهر بعد الحج محرم، وفي الحج كشهر محرم برضه. طب انا بس بقى، انا وصلت كده يا فندم؟ ده في حاجه بقى مشكل بقى. طب ورجب جه لوحده ليه؟ عشان اللي عايز يعمل فيه عمره بقى. طب في مشكله بقى دلوقتي، احنا دلوقتي في فلسطين وفي غزه، هيعملوا ايه؟ لازم يقاوموا، لازم يا فندم. انا عايز اقول لك حاجه، يعني لا يخافون في الله الا ولا ذمه، اذا دول هممهم لا شرف زمان ولا شرف مكان. لا طب المسلمين مأمورين بايه؟ لا يا فندم، ما هو ايه، خدي بالك بقى، القتال محرم كبدايه مني، انما الدفاع عن النفس، الدفاع مطالب به وواجب. أرأيت إن جاء أحد لأخذ مالي يا رسول الله، قال له قاتله، قال له إن قتلته قال له هو في النار، إن قتلني قال له أنت في الجنة. يعني أنا عايزة أفتكر كده على مدار العمر والسنين الحروب، ما حصلتش ولا مرة في الأشهر الحرم، الحروب عامة في الدول العربية أو يا فندم كبداية. لا أنا بقول لك على المسلمين، المسلمين الأوائل أنا بتكلم. إنما الدفاع واجب. أقف كده يموتني يعني ولا يقتلني؟ لا أنا بدافع، أنا مش بقاتل. انما هو محرم من الطرفين. طب في طرف اعتدى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما محرم بقى، مش محرم وانا هسيبه يموتني. وصلت ولا عايز تقول حاجه تاني؟ لا ماشي تمام، فهمت. يبقى ده فضل ايه يا فندم؟ ده فضل شهر رجب في القرآن والسنه. قلنا الحديث وقلنا ايه منها. لا انا ما فهمتش فين الفضل بقى، ان هو الفضل ان هو من الاشهر الحرم، اختيره من ضمن 4 أشهر حرم، حر ما فيه. واربعه الحرم دول سميهم ال4 أشهر الاوائل. طيب خلاص، ده الفضل. ده الفضل. طب هل الفضل ده احنا تخيلنا انه الفضل ده يكون فيه ثواب زائد او في حاجه زائده؟ ما هو يعني الاعمال فيه تتضاعف، لسه هنقول دلوقتي بقى. هل ورد ان لرجب، ركزوا في دي قوي، هل ورد ان لرجب عباده مخصوصه؟ السين سؤال وجيم جواب بقى. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لرجب اي عباده مخصوصه، لا صيام ولا صلاه ولا طلعة أول رجب ولا صيام أول رجب ولا 3/4 رجب ولا الرجبية ولا صلاة الرغائب. كل ده بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ماذا وإلا صيام رجب، يعني ما صومش يا مولانا في رجب، هتحرموا الصيام؟ ما حرمتش الصيام. صيام رجب ورد عن النبي من زاويتين يا فندم، ركزي في دي قوي. الزاوية الأولى زي أي شهر عربي، 2 وخميس و13 و14 و15، وطبعا اللي عليها صيام او عليه صيام يخرج من هذا الخلاف. امال هم هنا عندنا في الفلاحين، استنيني، عندنا في الفلاحين بيبقى الموسم بتاع رجب ايه؟ 27 اللي هو سؤال المعراج، لسه جاي لها انا اهو، جاي لها اهو. يبقى بص، هتصوموا من ناحيه زي اي شهر، 2 وخميس 13 14 و15. طيب او تصوم براحتك بقى بدون تحديد. طب بيقول لك ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صام في رجب، اقول لك والله ما حصل ان سيدنا النبي صام في رجب، ولا قال لنا في حديث واحد بس. حديث واحد بس، ما هو 2 وخميس جزء ايه شهر، مش خاص برجب. طيب ماشي. رجب شعبان شوال صوم براحتك فيه. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، والحديث فيه ضعف من باب الامانه، منهم من ضعفه ومنهم من قبله، وضعفه اقوى من تصحيحه من باب الامانه. طب بتقولوا ليه بقى؟ ان سيدنا، عشان الناس هيسمعوه، فأنا بحذر الناس منه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل باهلي يعني ودخل الاسلام من مكان اسمه الباهلي. ماشي. حلو كده. فالراجل كان بدين، فات سنه وجي يسلم على النبي، فالنبي ما عرفوش. فقال له من؟ قال له انا الباهلي الذي اتيتك عام اول، انا اللي كنت السنه اللي فاتت. قال له وماذا ايه انت خسيت قوي ليه كده؟ نحوف جدا. قال له والله يا رسول الله منذ اسلمت على يدك بالعام الماضي ما اكلت طعام الا بليل، يعني واخدها ايه؟ صيام كل يوم، قص على طول. حلو كده. فجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولما عذبت نفسك؟ بص جميل، شوف ديننا جميل ازاي، ليه بتعذب نفسك؟ احنا انت وانا قلت لك عذب نفسك، قلت لك جوع نفسك، قلت لك موت نفسك. قال له امال ايه يا رسول الله؟ قال له فصم من كل شهر 3 ايام وصوم شهر الصبر. فقال له يا رسول الله استطيع اكثر من هذا. قال له صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم ايه واترك، اللي هم الاربعه الحرم بما فيهم رجب. بس ده ضعيف. طب خلاص يبقى نخرج ان ليس لرجب صيام ايه خالص، صيام مخصوص، صيام خاص لم يرد. واللي يخصص اول رجب او 27 رجب او موسم رجب ده مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما بنمنعش الصيام، احنا بنمنع تخصيص ايام ما خصصهاش سيدنا النبي، لكن صوم كما شئت. طب بس الاسراء والمعراج ده 27 رجب ما فيهوش صيام، لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم. بنعمل بطه ماشي، خلي الناس، وانا كنت بروح وافرح بالكسكسي والبطايه، امال يوم اعملي ومال واجي لك مفيش مشكله عادي، من باب التوسعه والاكل والشرب، انما كاحتفال وكسنه لا، ما اعملهاش سنه. طب بس في احتفال كل سنه وماله، ماشي نحتفل ونتعلم، بس ما نصومش، ما نربطوش بعباده معينه. يعني اكل ولادي ووسع على ولادي واحتفل ونصلي المعراج. طب انا عايز اسال سؤال، هناك خلاف كبير ما بين الامانه العلميه في تحديد تاريخ الاسراء والمعراج، كان في رجب ولا في غير رجب، كان 27 ولا 28، في خلاف بس موجود، مؤمنين بيه، ورد في القران والسنه طبعا، بس كتحديد يوم بالظبط في خلاف كبير. عايزه بقى مجلدات وعايزين محاضرات نقعد نشرح فيها بقى. لا ننكر الاسراء والمعراج، لا ننكر ما احنا لا ننكرها، ننكر التحديد. طيب احياء ذكرى الاسراء والمعراج ده طبعا حلوه، ما فيش اي مشكله، ونجيب المواعظ والعظه والاعتبار والقصص ونقرب الناس وماله. طب يا ريت دي نشجع عليها، بس عدم تحديدها بربطها بزمان ولا بمكان. ما احنا ليله القدر مش عارفينها، بس نحيي ليله 27 وماله، ما هو اصل ورد فيه نص في 27، انما ما وردش عندنا ليله الرسول والمعراج، لا الرسول صلى فيها صلاه مخصوصه ولا صام فيها ولا عبد ولا حاجه خالص. وصل يا فندم؟ فاحنا مش هنعبد ربنا احسن بطريقه من النبي. ايوه، خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا معايا اتصال، حاجه سعديه. ايوه يا دعاء، اهلا يا فندم. اهلا بيكي، انا بحبك انت والشيخ احمد خالص. الله يكرمك ويبارك لك يا رب، يرضيك ويصلح حالكم على البرنامج الجميل ده. ربنا يكرمك. انا عايزه اسال، لو انا في الركعه الواحده عايزه اقرا سوره ايه الكرسي واكمل باخر البقره في الركعه الواحده، ينفع؟ يعني تقولي في اول سوره قصيره تبقى ايه الكرسي، وبعدها في نفس الركعة أكمل البقرة، أكمل آخر الآية في نفس الركعة، ولا الركعة اللي بعدها؟ لا، في نفس الركعة. طيب عايز أقول الاثنين، ينفع؟ طب حاضر، نسأل فضيلة الشيخ. ماشي، آخر نهايات سورة البقرة. طب في سؤال تاني؟ خلاص ده سؤاله. طيب نرجع نجاوب بعد فاصل قصير. طيب. بيكم مشاهدينا مرة تانية، مكملين مع حضراتكم وبنتكلم عن فضل شهر رجب، وفي ايه الحاجات المحرمات اللي احنا مش المفروض ابدا نعملها، غير طبعا القتال، انما احنا على مستوى الافراد العاديين ستات البيوت وكده. حاجات فضيلة الشيخ فاجئني بانه احنا نأثم لو عملناها، لكن ارد الاول على ست سعدية، حاجة سعدية، سألتك سؤال الحقيقة اول مرة نتسأله جديد، وهو ان انا في نفس الركعة اقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، او اي جزئين من اي داخل السورة او خارج السورة. ماشي، هي كده ماشية بالترتيب، هي ماشيه بالترتيب، بس في ما فيش اي حرج. الافضل ان انا يبقى الايات متتابعه، لو انا حافظ. متتابعه بمعنى ايه؟ متتابعه انا اخد ايه الكرسي وبعدين لا اكراه في الدين وبعدين انما هي عايزه تاخد امشي زي المصحف. لكن انا مش حافظ او انا حابب ايتين بقولهم مفيش اللي هي الخواتيم سوره البقره اللي هي امن الرسول بما انزل اليه من ربه. هي تجيب الله الحي القيوم لا تاخذ سنه ولا نوم وتخلص وهو العلي العظيم وتخش في امان الرسول. بس ايه الافضل بقى انها تسكت سنه بينهم. يعني وهو العلي العظيم امن يعني الرسول يعني ينفع اقول اي سوره وبعدها قل هو الله احد مثلا؟ مفيش مشكله طالما بالترتيب. يعني يبدا هو الافضل يبقى ورا بعض للحفظه. الافضل امشي بترتيب القران. لا وانا لوحدي. ما هي بقى مثلا بتصلي لوحدها تقدر تحط صورتين ورا بعض طالما بنفس الترتيب بتاع المصحف مفيش مشكله. واحد صلي بينا على النبي، واحد هيجيب ان اعطيناك الكوثر واذا جاء مفيش مشكله بالترتيب في نفس الركعه. انا بقول في نفس الركعه مش حافظ غير دول، انما الجماعه الحفظه يفضل والاولى يمشوا بالترتيب ده 1 2 3 عشان ما يخالفوش الترتيب. ماشي تمام. انما حد على قده وجاب هنا حته هنا وحته هنا خلاص، بس تبقى بنفس الترتيب. طيب بالمره بقى آية الكرسي بعد كل صلاه سنه، دي سنه مؤكده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قرأ آية الكرسي دي احلى حاجه النهارده فكرني بدعاء. من قرأ آية الكرسي دبرا يعني بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الله خلصنا يعني بتاخدها إيه في 3 ثواني. ده جميل وأنت قاعد كده يعني دي. هي أنا بقولها قبل التسبيح. ما هو دبر ده العلماء اختلفوا كلمة دبر، بس كلمة دبر يفضل بعد السلام مباشرة. ان انا اخلص واقوم الله لا اله الا هو الحي القيوم على طول. هو من السنه ان انا ابدا بالاستغفار سيدنا النبي عشان نبقى بس امناء في السنه 3 مرات. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، او استغفر الله تكفي 3 مرات. 3 مرات وداخل الله القيوم. وبعد كده بنقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعد ايه الكرسي نقولهم بقى بعد ايه. طب حلو. ايوه 3 مرات استغفر الله وبعدين ايه الكرسي. دي جميله قوي. انا ساعات كنت فتره كده نسيتها وبعدين قلت ليه ده احنا حافظينها. آية الكرسي دي جميلة وما انسانيه. وبعدين هي آية الكرسي فضلها ايه تاني؟ هي بتحمي. اعظم آية في القرآن فعلا، اعظم آية في القرآن الكريم. بس لو قلنا غير كده ما يعني لو ما قلناش حاجة غير الا دي خلاص. يعني كمان لما تتقال 5 مرات في اليوم. وبعدين ابليس نفسه شهد بهذه الآية. ليه؟ ابليس نفسه شهد بالآية دي لما مسكوا سيدنا ابو هريرة وهو بيسرق من التمر بتاع الصدقة. مرة و2 النبي قال له صدقتك. سيدنا ابو هريرة مسكه بس كان جاي في صورة بشر بني ادم. فقال له ارفع، قال له معلش اخر مرة، والرسول قال له صدق كذبك وسيعود كذبك وسيعود. فجي اخر مرة قال له طيب اقول لك على حاجة تنفعك وتسيبني؟ قال له ماله قول. قال له اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي. ابليس عارفها، فاذا قرأتها ولما تيجي تنام لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. ده ابليس هو اللي بينصحه. ابليس هو اللي بينصحه. عارفه لما سيدنا ابو هريره راح لسيدنا النبي قال له صدقك وهو كذوب. يعني الحته اللي قالها دي صح. يعني دلوقتي مش عايز يجي لك كوابيس، مش عايز يجي لك عفاريت، مش عايز تتقلب يجيلك آية الكرسي. بيقولوا ايه ارق في النوم، عايز تنام مطمئن وتحفظ من شياطين الجن والانس، اقرا آية الكرسي وانت قبل ما تنام. ما هي كمان موجوده في الاذكار الصباح والمساء. وفيها وكثير من اهل العلم وفي احاديث ان فيها اسم الله الاعظم. ده الموضوع كبير. آية الكرسي موضوع دخلتنا كبير. طب حلو قوي. خلاص احنا كده خلصنا آية الكرسي. حضرتك بقى بتقولي في رسائل بتجيلك اكيد وبتجيلنا كلنا في شهر رجب بيكتبوا فيها ايه؟ بص يا فندم بقول لك شهر رجب سماه الرسول الاصب وسماه الاصم والصحابه سموه ايه؟ كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يشيره او ينشره آثم، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا خدوا بالكم فليتبوأ مقعده من النار. واحد يقول لك انا مش متعمد، لا ما احنا دلوقتي عندنا وسائل ان انا ااكد المعلومه دي صحيحه ولا غير صحيحة، سواء إلكترونيا أو أتصل بشيخ. سيدنا النبي قال من حدث عني حديثا يرى يعتقد أنه كذب فهو أحد الكذابين. لما تكذب على النبي بتحجز الكرسي بتاعك في جهنم. فإنما رجب اسمه الأصب ليه؟ في صب الخير. الأصم ليه؟ ما فيهوش ضرب للتخبيط في السيوف أو صد بالسيوف، إنما دي كلها إيه؟ أسماء اجتهادية، لا النبي له علاقة بيها ولا الصحابة لهم علاقة بيها. طيب شهر رجب بقى المفروض نعمل فيه ايه؟ ما نعملش فيه حاجه خالص، زي ما نتقي الله فيه فلا تظلموا فيهن انفسكم. العاصي يفوق بقى مع ربنا سبحانه وتعالى. اللي بعيد عن ربنا يقرب، اللي كان بيعمل كبائر الذنوب يلتزم في هذا الشهر، فلا تظلموا فيهن انفسكم، شهر الله. وكمان في كويس انا افتكرت في حاجه كده مشهوره اقول لك ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاحاديث برضو المكذوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر امتي. والله الرسول ما قال كده، واللي يقول كده كاذب على سيدنا النبي. لما رجب يبقى شهر ربنا، وشعبان شهر النبي، ورمضان شهر الامه، خدنا 3 من 12 شهر، يبقى فاضل 9 شهور. اوزعهم فين بقى؟ اوزعهم في على في الجمعيات يعني، ولا اعمل ايه؟ مانيش عارف. الشهور كلها لله. وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك مش بقول لك هو حرام، قوله، بس ما تقولش ده من دعاء سيدنا النبي، لان عند كلمه قال النبي او من ادعيه النبي وقف. طيب قول. في حاجه بقى، سؤال كنت عايزه اساله، انا سالته لما حضرتك بتقول ايه الوسائل الكتير متاحه. أيوه. انه الحاجه اما تجي لك يقول لك ايه، لا تقف عندك، لو وقفت عندك تأسف. لا انا بوقف امها مرة، وقف امها. والله بكلمك بزهق. فانا طبعا لما بتجيلي حاجه، انا مش طبعا لما بتجيلي حاجه حلوه ولو ما شارتهاش هيجيلك غم وعيالك يموتوا وتعمل حادثه كل الكلام ده. بس انا لما تجيلي حاجه حلوه وانا عارفاها وسمعتها منكم كتير بحطها، يعني ما فيش مشكله. انما ساعات تجيلي حاجه ابقى شاكه في امرها. حلو. ففي مره سيده يعني كانت عامله حاجه زي اسوره كده وكاتبه عليها، بيكتبوا على الفضه حاجات كده، فاحاول اقراها، انا مش عارفه اقراها، ايه اللي مكتوب على الفضه ده، انا مش عارفه، كلام داخل في بعضه عربي. أيوة. فحطيتها، صورتها وحطيتها على الصفحه، فلقيت 99.9% من الستات عرفوا يقروها وانا ما اعرفهاش. فقلت لهم: يا جماعه هي دي حاجه معروفه، انا ما اعرفهاش. فايه اسمها؟ توجه حيث شئت فانك منصور. توجه حيث شئت، لا ايه ولا حديث ولا حاجه، فانك منصور. طب فبقول لهم: ده ايه دي معروفه؟ قالوا لي: طبعا ده ختم النبوه. لا قلت لهم: ايه ختم النبوه ده؟ ففتحت الاقي كلام غريب الشكل عن انه النبي كان على جسمه ختم النبوه وعمله خاتم اسمه خاتم النبوه. ده كان بين كتفيه، ما كانش مكتوب عليه حاجه، ده كان علامه كده، حاجه ناتئه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيها كده. لا مش مكتوب فيها حاجه خالص، مكتوب بهذه الشعارات: توجه حيث شئت فانك منصور. فبعت للشيخ اشرف الفيل، لم يرد يا فندم. فقال لي: جسم اشعر بيقول كده، هذا من كلام الشيعة المنسوب لخاتم النبي، ولا اصل لهذا الكلام. بص بقى، الشيخ اشرف الفيل قال لي: لا اصل لهذا الكلام. ما انا قلت لك لا اصل له. طيب فايه كم الناس اللي حافظين الكلمه واخدينها مسلم بيه؟ في حاجه معلومات ده لعيب زي صيام اول رجب، احنا بقالنا 100 سنه بنصوم يا ابني. ما هو ده اللي انا بقوله بقى، انه ده العادي. اقول لهم ايه؟ عادي ايه؟ هو انا بشتغل وانا ببيع؟ انت عارف الصح ايه يا فندم؟ الواحد يقول الحمد لله ان ربنا احياني واتعلمت قبل ما اموت وصححت. اقول يا جماعه بقى لي حاجه 20 سنه قاعده مع الشيوخ، انا عمري ما سمعت الجمله دي في حياتي، ازاي ما تعرفيهاش؟ فاكتشفنا انه في حاجات ممرره يا فندم. انا لسه كنت اقول لك بقى دلوقتي، بتلاقيها تنتشر انتشار النار في الهشيم. الصحيح لا ينتشر هذا. ليه يا فندم؟ لان اللي زي الناس اللي ضد السنه والناس ضد الاسلام عاملين جيوش على المواقع التواصل الاجتماعي، تلاقي الحديث الضعيف بينتشر. ايه يا فندم؟ يقول لك لازم تعمله، ولو ما عملتوش هيجي لك مصيبه. اذا كان ربنا نفسه قال لا اكراه في الدين. صحيح. ربنا نفسه قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا بعمل نفسي مش شايفها، وانا مش فاضي بقى، ويبعتها ل10 وما بعتهاش ل10 وبعتها ل20، كلام ما انزله من سلطان. وده بيقلل من قدر الدين وقدر طبعًا. ربنا وقدر الاسلام. احنا اسلامنا اعظم من كده بكتير قوي. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، لكن قبل ما نمشي لازم لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. تفسرها لي دي؟ لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. يعني الصيام في رجب مش عاجبه. لا ديت اتطلعت امتى بقى عشان نخلص موضوع رجب؟ لان كان اللي عنده صيام مريض او الست اللي عندها عذر تاجل 7-8 شهور، فيقولوا لها: يا فندم بقى صوميه في رجب عشان الصيام الكتير سنه في شعبان مش في رجب. تقول لهم: لا انا مش هصوم في رجب. فيقول طلع بقى ايه؟ لا عاجبه العجب ولا الصيام في رجب، يعني ده اخر فرصه قبل شعبان تصوم اللي عليكي او اللي عليك. بس يجوز بقى نصوم اللي علينا. ماشي. بنات الصيام. طيب اخر حاجه بقى خالص، هو بس رجب اما بيجي فرحة. احنا بنفرح، بنشم ريحه رمضان. ومفيش حاجه اسمها ال3 شهور يعني، ولا يجوز ال3 شهور. بيقول لك رجب وشعبان ورمضان 3 شهور. في ناس زمان كانت ست بتصوم ال3 شهور ورا بعض، لا يجوز. ستك كانت بتعمل كده. والله العظيم. كنت انا عيل صغير مش عارف حاجه، وتقوم تقول رجب ان شاء الله بقى ايه العيد بتاعها، مش في العيد الصغير بتاعنا بعد رمضان، العيد بتاعها 7 شوال عشان ال6 ايام. طيب ده غير لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز، بس هي بالنيه بقى والفطره بتاعت الناس الطيبه. ده احنا بنصومهم. لا مش بقول على ال6، انا بقول على اخدها طق من اول رجب لحد هناك. لا ربنا يجازيها خير، دي ربنا يرحمها، ده اللي مربياني دي بقى اللي. طيب ما هو باين التربيه والله، هي اللي داعيه لي والله، الله يرحمها والله والله التربيه، ويرحم من ماتوا جميعا من اهلنا، الثمره بانت يا فضيله الشيخ. الله يسترك الله يسترك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيله الشيخ احمد الصباغ. فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دكتورة سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، يعني هذه الآية الكريمة دائما نستشهد بها أمام ولادنا ولا تقل لها ما أف، وعلى طول نقول لهم الكلمة دي ونلحق نفسنا قبل ما حد منهم يتعصب أو يعلي صوته، وبنذكر بها أنفسنا وإحنا بنكلم أهالينا أو كده. لكن للأسف بعض الناس يعني لا تلقي لها بالا. معنى هذه الآية وربطها بالأعمال الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. القرآن الكريم في علاج لكل مشكلة من مشاكل النفس البشرية، تذكرة لما الإنسان ينسى. عشان كده دايما الإنسان اللي قريب من القرآن تلاقي إن هو على طول عنده يقظة، وإن هو يعني عنده علم. فالآية بتلفت نظر الإنسان إلى الوالدين واللي قدموه لولادهم. عشان كده تلاقي الآية بتقول وبالوالدين إحسانا، لكن ما فيش آية قالت وبالأبناء إحسانا. ليه بقى؟ طبعا عشان الحب الأبناء فطرة، ولكن في حاجة تانية هو إن الإنسان دائما بينظر لمستقبله. يعني دايما ما تيجي تسألي حتى هتعمل إيه، يقول لك ده أنا لما أكبر هعمل كذا، أو أنا حتى لو هو كبير أنا عايز أبني بيت كذا، هعمل لولادي كذا. يبقى فطرة الإنسان إنه دايما بينظر إلى المستقبل. فالقرآن الكريم يجي يقول لا، انظر إلى من كنت أنت مستقبله. أنت بصص لولادك دلوقتي على أن هم مستقبلك، أنت كنت مستقبل ناس تانية، كنت مستقبل الوالدين، فافتكر اللي عملوه علشانك. عشان كده جت الآية في الأول إيه وبالوالدين. قدم الوالدين، دايما بنقول المقدم عليه الاهتمام عشان الإنسان ينتبه. إحسانا يعني اعمل لهم كل حاجة بنفس راضية وعن طيب خاطر، مش إن أنت تديله الحاجة عشان ربنا أمرك بكده. يعني الآية بتذكر الإنسان باللي الوالدين عملوه. طيب أعمل لهم إيه بقى؟ في مرحلة الكبر ممكن الإنسان ينشغل عنهم بحياته اللي جاية، لا افتكر هم كانوا بيعملوا إيه علشانك، وانتهز فرصة الكبر إن أنت تكسب ثواب، تكسب حسنات. قبل كده أنت لازم ترد الجميل. شوف لو حد في الشغل أو في حياتك عمل لك حاجة تفضل لازم أهديه ولازم أرجع له ولازم فما بالك بقى. بس بصي في حالة الكبر بالذات، عشان بيحدث من الآباء حاجات غصب عنهم، مثلا عدم قدرتهم على دخول الحمام، عدم قدرتهم على الأكل بطريقة صحيحة، عدم قدرتهم على الكلام، في حاجات كتير بتحصل لهم. اوعى إن أنت تشمئز من هذا. أصلا افتكر حبهم ليك، يعني أنت لازم تحبهم نظير الحاجات الكتير. إذا كان هم عندهم بعض الحاجات اللي مش قادرين عليها، فافتكر أنت كان في يوم من الأيام ما تقدرش تعمل أي شيء من الأمور دي، وهم كانوا مستحملين وبنفس راضية ويتمنوا حياتك. مش بعض الناس بتتمنى لما تشوف كده الوالدين ربنا يعافينا إن هم خلاص حياتهم تنتهي، لا هم كانوا بياخدوا بالهم منك ونفسهم إن أنت تعيش. حتى أبسط الكلمات اللي فيها ضيق اوعى تقولها، فلا تقل لهما أف، لأن ده في جرح المشاعر ليهم. هم كانوا حريصين على كل كلمة، كانوا بيسيبوا كل حاجة من أجلك. طيب ولا تنهرهما، النهر هنا معناه إيه؟ معناه إن أنت حتى ولا تزعجهم، حتى بالشكل الوجه، حتى بأقل شيء بنظرة الغضب، ركز معاهم. دي نعمة عظيمة إن ربنا جعل أحد الوالدين أو الوالدين يعيشوا معاك، دي فرصة وباب للثواب. بعض الناس كمان لما بيكونوا إخوة يقولوا إيه، لا هو أنت ابنهم، هم دول أبوك وأمك. طب ما هو كل أب وأم لجميع الإخوة، يعني تنافسوا في مين يفوز بالخير، مش إن إحنا نلقي مسؤولية الرعاية دي على واحد مننا والباقيين لأ، لأ ده خير كبير. وتنتهي الآية ويقول لهم قولا كريما، يعني القول الكريم، القول اللي يسعدهم. يعني اوعى تقول لهم قول يغضبهم، وركز على الأقوال اللي تسعدهم. حسسهم ان قعدتك، ان قعدتهم عندك ده من باب الخير، وانت منتظره، انت يعني سعيد ومبسوط، وكل ده هيعود لك في أولادك، هيعود لك في حياتك. عارفة حضرتك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان بيوجه لأبوه النصح كان بيقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان، قعد يقول له يا أبتي يا أبتي. فمرت الأيام وربنا جعل يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدوني شفتي بقى إن شاء الله. يعني شوفي اللي عمله مع أبوه مع أبيه لقاه في ابنه. فعارفه اللي بنقول ايه، كما تدين تدان، اللي هتعمله النهارده معاهم ولادك بكره هيعملوا معاك. طيب البر، البر لا ينقطع بالموت، يعني حتى لو هم فارقوا الحياه البر موجود. اعمل اعمال صالحه واعرف، وافتكر دايما الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، او طبعا احنا عارفين الصدقه الجاريه. وهل الصدقة الجارية يعني هي الفكرة بس إن الناس تقولك إيه، لا ما أنا خلاص هو أبويا عمل لنفسه أنا أعمل لنفسي، هو عملي لنفسي لا ينتفي أبدا. لو أنا قلت يا رب اجعلها في ميزان حسنات أبويا، هي مش هتتحط لي برضه؟ طبعا ربنا سبحانه يعني وتعالى هو الكريم، هو الكريم بيعطي لمن يشاء على قدر الاخلاص. وبعدين انا دلوقتي هرد جميلهم ازاي، واخد ثوابي ازاي، وحتى اعبر لهم عن حب ازاي. يعني الناس بقى اللي كل مناسبه كانت حريصه على وجود الوالدين او بتروح لهم او كل، طب بعد الوفاه يعمل ايه؟ ابعت لهم هديه وهم في مكانهم دلوقتي يفرحوا بيها. والهديه بتكون اما دعاء او صدقات، او برضو العمرة، قالوا ممكن العمرة أو التصدق يعني على روحهم. خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. احنا في قرية الهويس دلوقتي، لسه في مركز فايد، بنكمل رحلتنا في نشر محطات تنقية المياه، علما بأن أفضل الصدقات على الإطلاق هي سقي الماء. سقي الماء ده إحياء للناس، اللي ربنا قال لنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قد إيه الناس فرحانة بالمحطة، قد إيه الناس فرحانة إن هم هيشربوا مية كويسة. تخيلوا معايا كم واحد هيشرب من المحطة دي، أكيد فيهم واحد ولا اتنين إن ما كانش كلهم هيدعوا لأصحاب اليوفط اللي ورانا، اللي هم المحسنين اللي تبرعوا بيها، اللي هم أصلا لا يعرفوهم ولا حد يعرفهم خالص، اللي احنا سمعنا عنهم عرفنا أساميهم لكن ما شفناهمش. دي بقى اسمها الصدقة الجارية السرية اللي في الخفاء، ربنا يتقبلها يا رب. توجهنا بمتبرعين والناس اللي اقتنعت بالفكرة عشان تاخد ثواب أكبر بلا حدود، إن هي تسقي البني آدمين إلى جانب كافة الاستخدامات من وضوء ومن استحمام ومن غيره. فإحنا ركزنا على مياه الشرب لأن سيدنا النبي لما اتكلم عن المية قال سقي الماء. فعشان كده لو أنت حابب يبقى ليك حاجة لوحدك هي ما فرقتش، ده الراجل اللي بيساهم في مسجد ذو طوبة ربنا بيبني له قصر في الجنة. فكأنك لو شاركت في محطة زي ديت أنت كأنك عملتها لوحدك، عشان تبقى عارف نفسك تقعد كده ويبقى يافطتك لوحدها، أنا معاك، لكن التكلفة عالية. عشان كده بنقول قدامنا بابين، يا تشارك يا تعمل لوحدك. عشان تعمل لوحدك دي مكلفة جدا. المحطة قايمة على بير كبير، بير عميق تحت الأرض، بس الأجهزة اللي راكبة غالية جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين. عشان كده كتف في كتف وصلنا ل 68 محطة لغاية دلوقتي، وأملنا في سنة 24 نكمل 150 محطة عند أسيادنا وأحبابنا وإخواتنا في أماكن مختلفة في أنحاء جمهورية مصر العربية. إن شاء الله هنكمل محطات، إن شاء الله هنحل مشاكل أي حد عنده أي مشكلة، زي ما احنا بنشتغل في المية بنشتغل في حاجات كتيرة زي ما انتم متابعينا. إن شاء الله مع بعض مكملين مع البر والتقوى. أعمال الخير والعمل الصالحات هو متضفر في القرآن الكريم، وبالتالي هو غير منفصل عن الحياة وغير منفصل عن إن أنا مثلا في كرب وعايزة أضايق يدخل فيها أعمال الخير، أنا عايزة أبر أمي يدخل فيها أعمال الخير، أنا عايزة أداوي مرضانا يدخل فيها أعمال الخير. يعني أعمال الخير دي متضفرة في كل مناحي الحياة. شوف الآية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعني إيه؟ يجتمع الإيمان مع العمل الصالح، والآية ما حددتش نوع العمل الصالح عشان يشمل كل الأعمال الصالحة. وإحنا بنتكلم على شكر الوالدين، الآية الكريمة: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. شكر الله وشكر الوالدين، شكر الله إن أنا أتقرب بالعمل الصالح، وشكر الوالدين في حياتهم وبعد مماتهم. شوفي في محطة التحلية كم يافطة موجودة، كل اليوفط دي مثلا المرحوم فلان، صدقة جارية لفلان، ناس اجتمعوا ما يعرفوش بعض من أجل وصول محطة، من أجل إنشاء محطة التحلية اللي فيها جبر خاطر أولا للناس اللي عايشين في المنطقة دي، وإحنا في شهر رجب شهر جبر الخواطر، وكمان يعني هدية حد عزيز فارق الحياة. أنا مش هقدر أعمل محطة التحلية لوحدي، جمعية البر والتقوى بتبعت رسالة خير وأمان لكل المشاهدين ولكل الناس: يلا ابتدي وساهم وسارع، اعمل حاجة لنفسك، ممكن أولادك بعد كده ينسوك، اعمل حاجة لنفسك عشان تستزيد من الأعمال الصالحة. وإحنا داخلين على أيام مباركة، ابعت هدية للوالدين أو لأي حد عزيز فارق الحياة تنفعه وهو في مكانه دلوقتي. يعني العمل الصالح له ثواب وخير كبير وأصل. عارفة، اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أنا لازم أجتهد في الأعمال الصالحة، مش هاجي بس لما أنا يعني أكون عندي ضيق في حاجة وأقول يا رب، لا، أنا عايز مرضات ربنا سبحانه وتعالى، أنا بعمل من أجل رضا الله. فدايما أحرص كده وإحنا في الأيام الكريمة دي: إيه العمل الصالح اللي أنا ممكن يرفع درجاتي وأقدر أعمله؟ إيه اللي أنا قصرت فيه؟ إزاي أستعد لشهر رمضان الكريم من دلوقتي؟ وإزاي إن أنا أغتنم من خير الشهر الحرام؟ طبعا إحنا عارفين أشهر الحرم منها شهر رجب. طيب خلينا نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل حلقتنا. مستشفى الصف، مستشفى في الجيزة، المنطقة دي في احتياج لوجود مستشفى هناك. أعتقد أنه الجمعية بتعمل زي بحث كده، بتشوف المنطقة دي ناقصها مسجد مثلا تقوم عاملة، ناقصها مستشفى تقوم عاملة، أو يعني بتختار الأماكن المناسبة للمشروع اللي هيتم عمله. دايما الجمعية من خلال فرق البحث المتخصصة بتختار الحاجة اللي الناس في المنطقة دي محتاجينها. وأي منطقة في الجمهورية، حتى حلايب وشلاتين وسيناء وكل حاجة محتاجها المنطقة، هي بتقوم بتوفيرها. عشان كده دايما بنقول إن أبواب الخير اللي بتقوم جمعية البر والتقوى بالقيام عليها موجودة ومتنوعة، بس عليا إن أنا أسارع وأساهم، وخصوصا في الأيام الفاضلة ومنها شهر رجب. يعني دلوقتي على طول أنا سمعت الرسالة دي وشايفة إن باب خير مستشفى لسه تحت الإنشاء، وشوفنا قبل كده مستشفى دمياط قد إيه هي بقى شكلها يليق بالكرامة الإنسانية، بتخدم ناس كتير، بتخدم المرضى وأهالي المرضى، وفيها جميع التخصصات، وفيها طبعا تفريج في مولود وجه المولود وهو محتاج حضانة، بينهم وبين أقرب حضانة مسافة كبيرة جدا. شوفي بقى حضرتك اللحظات هتمر عليهم إزاي، اللحظة هتمر كأنها سنين لحد ما يلاقوا حضانه تستقبل المولود ده. فلما يكون انا سبب في تهريج الكرب في الاماكن الخاصه غاليه باهظه الثمن، الحضانات في الاماكن الحكوميه محدوده ومش هتكفي العدد الكبير اللي ممكن يعني بيخلفوا طبعا كتير وكده. فموضوع مهم جدا وصعب ولا غنى عنه، والليله وصلت بره ل 3000 و 4000 جنيه الليله. فلما تتعمل حضانه بنيه ان انا يعني اخد البيبي ده واحطه في حضانه مجانا، فدي يعني ثوابها اعتقد عظيم. احياء نفس طبعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يعني عارفه حضرتك في المستشفى لو انا فكرت بس في فكره الحضانات هلاقي نفسي ان انا عايز اسارع الحضانات بس. شوفي بقى حضرتك ممكن انقاذ حياه انسان يكون محتاج لدم او محتاج جرعه، يعني محتاج جهاز اكسجين او اللي هو التنفس او اي حاجه من المستشفى مستشفى المرض ما بيستناش. صحيح. فطبعا انا لما افكر في ده واعرف الخير الكبير اللي هيعود عليا انا اسارع على طول. وكمان افكر بقى يعني اعود اولادي بالقدوه، هم لما يشوفوني انا ابتديت، اصل التعليم بالقدوه هو اهم واكثر تاثيرا في النفوس من التعليم بالكلام. كمان لما انا اتفق انا واصحابي، احنا جروب العيله على الواتساب، في كل التجمعات بتاعتنا، يلا نعمل خير، يلا نشجع بعض على عمل يعني نشوف ثوابه في الدنيا والاخره. ربنا يتقبل من الجميع يا رب، ويرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. بشكر حضرتك دكتورة سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.